رسميا كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر. مين هو كارلوس كيروش؟ وهل هو مدرب كويس وكان محقق نجاحات قبل كده مع فرق او منتخبات؟ وهل كارلوس كيروش هيخلي فيه شخصيه وهويه لمنتخب مصر؟ وهل هويته دفاعيه ولا هجوميه؟ كل الاسئله دي هنجاوب عليها في الحلقه. فطالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان الحلقات اللي تنزل تجيلك انت اول باول. ويلا بينا نخش بالحلقه. حطيني رقم واحد في القصير. كارلوس كيروش. كارلوس كيروش مدرب برتغالي عنده 68 سنة وتاريخه أو السي في بتاعه حافل بالفرق والمنتخبات والإنجازات. كارلوس كيروش بدأ مهمته أو بدأ تدريبه في العالم الرياضي أو في العالم الأوروبي كان مع منتخب البرتغال تحت 16 عام، وقدر ساعتها يكسب بطولة كاس العالم تحت 16 عام، وبعد كده تصعد لكاس البرتغال فريق الشباب، وقدر كمان يحقق معاه كاسين عالم، كاس 89 وكاس 91، وقدر يحقق كاس عالم تحت 20 سنه وتحت 16 سنه، وده خلى انظار العالم كله عليه. وبعد كده راح درب سبورتنينج لشبونه، ولما درب سبورتنينج لشبونه قدر يحقق معاه كاس البرتغال وكاس السوبر البرتغالي، وبعديها مشي من سبورتنينج لشبونه وراح كمساعد للسير اليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد في البريمير ليج، وقدر ساعتها يحقق نجاحات حافله مع اليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد. وبعد النجاحات اللي حققها مع مانشستر يونايتد مشي من مانشستر يونايتد وراح درب ريال مدريد. ريال مدريد ساعتها ما كانش فريق تعبان، لا، ريال مدريد كان معاه جالاكتيكوس، بيكهام، رونالدو، راؤول، زيدان، فان نيستلروي، كان معاه فريق تقيل جدا، وقدر كمان يحقق مع ريال مدريد الكاس السوبر الاسباني. وبعد كده مشي من ريال مدريد ورجع تاني كمساعد مع السير اليكس فيلكس في مانشستر يونايتد، وفضل نجاحات متتاليه معاه لحد ما كبر وترعرع ومسك منتخب ايران في 2011 لحد 2019. وفي الفتره دي قدر يوصل مع المنتخب الايراني مرتين ورا بعض كاس عالم، كاس عالم 2014 وكاس عالم 2018 في روسيا، وكمان قدر يوصل لسيمي فاينل كاس اسيا مع ايران، ولكن اصطدم باليابان وخرج من اليابان في سيمي فاينل كاس اسيا اللي فاتت دي على طول كسبها قطر، كان ايران في السيمي فاينل وخرج منها، ووصل لمحطه كولومبيا، ولكن كولومبيا ما حققش نجاحات كبيره، وفي كلام شائع دلوقتي انه وصل بكولومبيا سيمي فاينل الكوبا، لا، ما كانش كارلوس كيروش هو المدرب، كان مدرب تاني اسمه رينالد روندا تقريبا مع كولومبيا في كوبا امريكا اللي فاتت. اسمه ايه؟ كارلوس كيروش مشي من كولومبيا في 2020 قبل اصلا الكوبا، وفضل قاعد في بيرو تقريبا من 2020 لحد ما وصل منتخب مصر النهارده. كارلوس كيروش بسيرته الذاتيه او السي في بتاعه مميز جدا. ده بقى ينقلنا لسؤال تاني مهم جدا جدا جدا. هل كارلوس كيروش يصلح للمنتخب المصري؟ بكل تاكيد كارلوس كيروش مدرب من المدربين الكبار في اوروبا والكبار في اسيا والكبار في امريكا الجنوبيه، فبكل تاكيد هيبقى مميز جدا مع منتخب مصر. انا واحد من الناس اللي اتفاجئت بالاسم اول ما صحيت من النوم الرسميه منتخب مصر يعلن عن مدربه الجديد. مين المدرب الجديد؟ كارلوس كيروش. قبل ما انام على طول كان في كلام كتير على حسن شحاته، لكن لما صحيت لقيت كارلوس كيروش اتفاجئت بصراحه. كارلوس كيروش ما كانش من الاسماء اللي طالع اشاعات عليها، ما كانش في اشاعات على كارلوس كيروش تقريبا، كارلوس كيروش اسمه ما جاش في الاعلام لحد ما اتفاجئنا بكارلوس كيروش النهارده. فهل هو يصلح لمنتخب مصر؟ بكل تاكيد يصلح لمنتخب مصر، وهقول لك ليه كمان شويه. منتخب مصر كان محتاج مدرب في اوضه اللبس يبقى عنده شخصيه، عنده سفيه، عنده سيره ذاتيه، عنده شخصيه، ويدي للعيبه اللي قدامه شخصيته، او يبقى في اوضه اللبس اللعيبه اللي قاعده قدامه هيبه، او مش هقول لك خايفه منه، لكن هيبه ومديله احترام، وده موجود في كارلوس كيروش. مدرب سيرته الذاتيه مميزه جدا، مدرب قدر مع منتخبات او الفرق اللي بيدربها ومساعد فيها قدر يحقق نجاحات كبيره. فبكل تاكيد كارلوس كيروش في اوضه اللبس هيقدر يخلي اللاعبين يهبوه ويبقوا محترمينه ويسمعوا كلامه وينفذوه في ارض الملعب. بالنسبه للروح والشخصيه، روح اكيد هيبقى فيه روح للمنتخب المصري. جالك مدرب جديد، جالك مدرب تقيل، مدرب عليه القيمه، مدرب اجنبي مميز، فبكل تاكيد المنتخب المصري هيبقى عنده روح وعنده عظيمه لو يحقق حاجه مع كارلوس كيروش. الشخصيه كده بقى ليه شخصيه كارلوس كيروش؟ ودي السؤال اللي هنجيله دلوقتي، منتخب مصر والشخصيه.
الشخصيه والهويه. المنتخب الايراني، هجي لك مع ايران. المنتخب الايراني في كاس عالم 2014 كان منتخب كلح جدا، واي نعم ما صعدش المجموعه وما حققش نجاحات ولا في 2018 ولا في 2014 ولا 2018 بسبب المجموعه الثقيله اللي كان موجود فيها. في 2014 كان معاه الارجنتين ونيجيريا والبوسنه والهرسك، لما وصل 2018 كان في مجموعه الموت اسبانيا والبرتغال والمغرب، فانت كان في المجموعتين ما كانش الليل رفاهيه، ولكن في مجموعه 2018 قدر يعمل مباريات مميزه، قدر يتعادل مع البرتغال، قدر يفوز على لا ما تعادلش مع البرتغال، قدر يفوز على المغرب ياخد منه 3 بونت، ولكن تقريبا خسر من اسبانيا في اخر دقائق وخسر من البرتغال، ولكن قدر يحقق 3 بونت ويقدر يعمل اداءات مميزه قدام اسبانيا او قدام البرتغال. وكمان في 2014 قدر يعمل مباريات مميزه جدا ضد الارجنتين وضد نيجيريا وضد بوستا والهرسك، وقدر يقدم مباريات مميزه مع ايران. وفي كاس اسيا 2019 برضه قدر يقدم مباريات مميزه. فهل بقى هنا الشخصيه هيبقى ليه شخصيه منتخب مصر؟ الهويه، الهويه هل هي دفاعيه ولا هجوميه؟ مع ايران في 2014 كان منتخب كلح جدا بلغه الكوره، كان منتخب دفاعي جدا، منظم جدا، مقفل جدا جدا جدا، وبيحاول يلعب على الهجمه المرتده، ودي شخصيه وهويه تحترم، مش هي الامتع، مش هي اللي نتمناها، ولكن تحترم. في 2018 كان عنده بصيص من ان هو ممكن يلعب كوره، ممكن يمتع الجمهور. في كاس اسيا 2019 لا، كان بيلعب كوره محترمه، كان عنده الادوات، كان عنده الحاجات اللي تاديه ان هو يلعب كوره محترمه. مع منتخب مصر انت عندك الادوات، عندك كل حاجه، كل حاجه متاحه لكارلوس كروش ان هو ينجح، كل العوامل المؤدية للنجاح مع كارلوس كروش. مدرب عنده شخصية، مدرب عنده هوية، مدرب عنده يستمد الروح او يدي الروح للاعبين، مدرب عنده سيرة ذاتية مميزة جدا، مدرب في اوضة اللبس اللعيبة هيباه واللعيبة محترماه واللعيبة هتسمع كلامه وتنفذه في ارض الملعب. فكارلوس كروش من المدربين اللي انا بصراحة متفائل جدا 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 بيهم. ما كنتش مقتنع بالاسماء التانية، ولا ايهاب جلال ولا كابتن حسن شحاتة. حسن شحاتة ليه الاحترام وليه تاريخ وليه كل حاجة، ولكن حسن شحاتة تقريبا مبطل تدريب من 2011، من ساعة ما ساب منتخب مصر ما قدمش التدريب المحترم لحسن شحاتة. حسن شحاتة كان هيجي لو أي إخفاق أي فشل كان كل المصريين يبقى عنهم المشهد الأخير لحسن شحاتة مع منتخب مصر، مش هيفتكر مشهد 2010 ولا 2009 ولا 2008، هيفتكر المشهد الأخير اللي هو 2021. لكن الحمد لله حسن شحاتة ما جاش، ولا جه بقى فنجادة ولا مارتن يول ولا كل الأسماء اللي احنا سمعناها في الأيام الأخيرة دي، وجه كارلوس كروش مدرب مميز، مدرب على القيمة، مدرب أنا متفائل بيه. أكيد كارلوس كروش هيبقى محتاج وقت للتعرف على المنتخب وعلى التعرف على اللاعبين، ولكن أنا متأكد من أول مباراة ضد ليبيا هنشوف شكل المنتخب المصري. المنتخب المصري مع حسام البدري ومع أجيري ما كانش ليه أي شخصية، ما كانش ليه أي هوية، ما كانش ليه حاجة بيلعب بيها، ولكن مع كارلوس كروش أنا متأكد سواء لعبت بهوية هجومية أو هوية دفاعية على الأقل يبقى عندك هوية وتقدر تقدم بيها نجاحات. منتخب مصر كل نجاحاته كانت مع المنتخبين اللي عندهم هوية، أو مع المدربين اللي عندهم هوية. الجوهري كان عنده هوية كبيرة جدا، أي نعم هوية دفاعية، كانت الهوية الدفاعية بتاعته اللي أنت اقعد هاجمني من هنا لبعد بكرة مش هتوصل لمرمية، مش هتوصل لجوني وأخطب بجون واتنين وخلص المباراة. حسن شحاتة كانت هوية هجومية وهوية المتعة، ولكن برضه كان في احيانا من المباريات كان بيلعب بشكل دفاعي، ولكن تحوله الهجومي او تحوله للهجمات المرتده كان مميز جدا وقدر يبقى في فعال في الحته دي. ومع كوبر كان عندك الشخصيه والهويه الدفاعيه اللي ما كانتش مستحبه للناس، وكانت الناس كلها بتقول لك الاداء المقرف ده والاداء المعفن ده، ولكن قدرنا نحقق بينا نجاحات، نوصل افريقيا ونوصل نهائي افريقيا ونوصل كاس العالم. ولكن كارلوس كروش جه عشان يرجع الشخصيه من تاني، يرجع الهويه من تاني. انا من وجهه نظري انا ما كنتش متابع الايران قوي، ما كنتش متابع كولومبيا قوي، ولكن متاكد من ان كارلوس كروش يبقى عنده هويه سواء هجوميه او دفاعيه، يبقى عنده هويه يؤدي بيها لنجاحات ويوصل بيها النجاحات اللي احنا طالبينها منه. لو وصلنا كاس عالم قطر يكسب كاس افريقيا 2022 اللي هي النهائي الجايه، يقدم اداء مميز جدا في كاس العرب في شهر 12، كل الكلام ده اكيد اتطرح على الترابيزه لكارلوس كروش، والاهداف دي موجوده لكارلوس كروش اللي انت توصل كاس عالم، تحقق نتائج مميزه على الاقل، تبقى من الاربعه الكبار في كاس العرب، تكسب كاس افريقيا وتقدم اداء مميز لي في كاس العالم وتصعد من المجموعه. رايي في كارلوس كروش مدرب مميز، مدرب يحقق نجاحات، متفائل جدا 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 بكارلوس كروش، شايف السوشيال ميديا متفائله بيه.
كارلوس كروش مدرب مميز انا متفائل بيه جدا جدا جدا. في الاول خد راي شخص واحد، راي انا في كارلوس كروش مدرب مصر الجديد. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك لكارلوس كروش. هل كارلوس كروش هيبقى ليه هويه وليه شخصيه ويحقق نجاحات مع المنتخب المصري، ولا كارلوس كروش هيبقى زي اللي قبله مش هيحقق حاجه مع منتخب مصر وهيرحل مع اول محطه اخفاق؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو حلقة بدأ متنساش تعمل لايك، عشان اللايك بوصل الحلقة لأكبر عدد من الناس وبيساعدنا في الظهور. فانزل اعمل لايك، أول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقة تجيلك أول بأول. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هدف سكريبشن تحت، فعل جدا واعمل الفولو، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. وكمان على مصطفى في الحلقة الجاية. سلام.